وصلنا لفقرة فنجان قهوة مع منال. أكيد شو بتحكي لنا عنها منال؟ هلا مثل ما حكينا قبل شوي غدير، فعلا يعني نحن تعودنا بفنجان قهوة دائما انه الاشخاص بدنا نستضيفهم يكون عندهم بصمة كتير حلوة بالمجتمع، اللي هنن كتير بيمثلوا فئات كتيرة كمان، مو بس انه فئات معينة. لكن نحن اليوم ضيفتنا رح تكون الدكتورة هدى عدسال، اللي لها كتير بصمة قوية بهذا الموضوع. الدكتورة هدى اللي معروفة بنشاطاتها الاجتماعية والثقافية المتنوعة، لهيك اسمحوا لي رحب بالضيفة هدى عدسال. اهلا وسهلا فيكي دكتورة. اهلا وسهلا دكتورة. خليك. سعد صباحك. صباح الخير مدام. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير. صباحك مبارك. تفضلي. سعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. صباح الخير مدام. كيفك؟ كل عام وانتم بخير بعيد الصحافه ب 15 اب ان شاء الله يا رب عيد نصر عليكم وعلى هالبلد يا الله. امين يا رب. هلا نحن دائما بنعرف يعني بعيد الصحافه كثير هذا هيك الموضوع يستوقفنا انه فعلا نوجه تحيه لارواح شهدائنا الاعلاميين الحربيين اللي فعلا قضوا بهي الظروف اللي عم نعيشها هلا، لهنهم شهداء ارتقوا الى الله سبحانه وتعالى فعلا لحتى ويتركوا لنا بصمه كثير قويه. تمام. اعلاميين حربيين. شكرا لك. صباح الخير. صباح النور دكتوره هدى عتال. اهلا وسهلا فيكي. نحن كثير بنسمع عنك، كثير بنعرف من نشاطاتك، كثير عم نشوفك بالاجواء بجمعيه الوطن السوريه حتى. بقى اول شيء بدنا نعرف اكثر عن هدى عتال. تفضلي. اسمحي لي بدايه مدام منال ان اقول صباح الخير لك ولهذا الشعب بطريقتي الخاصه. تفضلي. اقول صباح الامل الذي ولد من رحم الالم الممزوج بدماء شهدائنا الابرار التي اينعت شقائق نعمان، لسمت طريقا مشرقا ومستقبلا مزهرا لابنائنا باذن الله. صباح الخير لتلك الجنود السمراء التي تقبض بيد على الزناد وباليد الاخرى تدعو الله ان يحمي هذا الوطن. شكرا. صباح الخير تهاني. شكرا لك. تسلمي. واليد الاخرى تدعو الله ان يحمي هذا الوطن. هؤلاء الرجال الذين علموا العالم بأبجدية حروف كتبت من دماء شرايينهم الطاهرة، أبجدية الفداء والعطاء، نقول لهم صباح العنفوان رجال الجيش العربي السوري. صباح الامتنان لهؤلاء الجرحى الذين ضحوا بالكثير من أعضائهم النبيلة ليحيا وطننا الأم سوريانا الغالية. صباح الحب لهذا الشعب الصامت مقاوم الأبي الذي صمد رغم جراحه وتعالى عليه. صباح الحب للشرفاء في كل أنحاء العالم، للمقاومين الأشقاء الذين وقفوا إلى جانبنا وقفة وفاء وامتزجت دماء أبنائهم بدماء أبنائنا معبرة عن صدق قضيتنا وتساميها. شكرا كثير لك. صباح الفخار للسيد الرئيس المؤمن بأرضه وشعبه. صباح النصر يا بلدي. صباح الخير لك واكيد صباح الخير لبلدي. منضم صوتنا لصوتك بهذا الصباح الحلو المميز. دكتوره هدى بدنا نحكي اكثر عن جمعيه الوطن السوريه، نشاطاتكم، شو عم تقوموا فيها، دور المراه السوريه. بس بدي ادعيكي لتسوي قهوتنا قهوه اوغاريت. يعني نحن دائما بنعرف انه بهي الظروف فعلا اثبت الشعب السوري انه هو قادر يواجه كل شيء، حتى من الجمعيات اللي كنا نشوفها، من النشاطات، من العمل التطوعي اللي كنا نشوفه على كثير من الجبهات. بقى بنحكي عن حسبتكم اكثر جمعيه الوطن السوري. سيدتي انت تعلمين ان المواطن السوري والمراه السوريه تحديدا على مر الزمان كانت سيدة صانعة حضارة. صحيح. كانت سيدة رسمت بصمة على امتداد العالم. منذ العام 1930 كانت السيدة السورية طبيبة سائرة على الانتداب الفرنسي، مربية أجيال، ربت أبطال. صحيح. مضت السنون وأتت هذه الحرب القذرة على بلادنا وخلفت ما خلفت. لا أقول برز دور المرأة، إنما تعاظم دور المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل. من خلال هذه الظروف نشطت مجموعة من الجمعيات بالتوازي مع النقابات الموجودة، النقابات المهنية والمؤسسات الشعبية. هذه الجمعيات كلها كانت تصب في خندق واحد، ألا وهو خندق الوطن والدفاع عنه والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية والإصلاح ومساندة الجيش العربي السوري وسيادية القرار السوري والحوار السوري. نشأت مجموعة من الجمعيات إلا مجال لذكرها جميعا، منها تجمع اللاذقية قلب واحد، بصمة شباب سوريا، ومنها كان لي شرف المشاركة. تماما، وعذرا إذا نسيت أحد.
ومنها كان لي شرف المشاركة كصديقة وكمشاركة تطوعية في جمعية تدعى جمعية الوطن السورية. هذه الجمعية ككافة الجمعيات مهمتها هي تعميم ثقافة الحوار وقبول الآخر والنقد البناء، والعمل على تحقيق التنشئة الاجتماعية السليمة والتنمية الفكرية بدءا من القاعدة الشعبية والإصلاح، والعمل على المرأة والطفل. فأنت تعلمين سيدتي، عملنا يبدأ من القاعدة الشعبية. القاعدة الشعبية تبدأ من الطفل، فالطفل أنا عندما أربيه تربية سليمة على نبذ الأفكار القديمة التي حاول الطرف الآخر تضليل أبنائنا. الفكر زرع الأفكار الجهنمية فيه. تماما. تعليم أبنائنا هذا ما تعلمنا نحن ونحن صغار، التنشئة الصحيحة والتربية، هذا ما نعمل عليه، على التنمية الاجتماعية. جميل هذا الكلام. يعني أي درجة فعلا جمعية الوطن السوري تعمل على المستهدفة. هذا الفئة المستهدفة تمام. وهي الأطفال. الفئة المستهدفة سيدتي في هذه الجمعية ككل الجمعيات تقريبا الشعب السوري عموما، وخصوصا الأطفال واليافعين والشباب. تخيلي سيدتي، نحن نعمل على مدرسات دور الحضانة ومدرسات طلاب المدارس، مع احترامي لهن جميعا، لهن أفكار أحترمها، لكن سيدتي نحن نعمل من خلال الندوات والتثقيف على نشر ثقافة الوعي وتنمية المجتمع بشكل غير مباشر خلال هذه الندوات. تماما. هي اختصاص غدير بعلم الاجتماع. يعني نحن غدير، أنا بتمنى من غدير فعلا غدير قديه علم الاجتماع بالجامعات، وخاصة عنا بيفيد بهي القصص. يعني هلأ الدكتورة هدى فعلا عم تحكي عن تنمية المجتمع، قديه علم الاجتماع عندكم هاي القصص؟ أكيد منا تنمية المجتمع، يعني سوسيولوجيا علم الاجتماع بشكل عام هو بناء مجتمع. يعني صح. أنت إذا بدنا نبني أي وطن أي مكان في العالم، بدك تبني إنسان لحتى يبني المجتمع، لحتى يبني الوطن، بدك تبني فكر. هذا موضوع مهم جدا بالتأكيد. يعني أنا برأيي اللبنة الأولى أو الخطوة الأولى لبناء أي مجتمع هي الهدف منها. صحيح. أنه نحن نبني الإنسان. صحيح. أو ننمي عقله، ننمي فكره. أكيد تماما. طبعا من خلال الفئات المستهدفة سيدتي لدينا مجموعة من برامج العمل في عدة نقاط نحن نعمل عليها. نبدأ بتشكيل فرق عمل تطوعية. هذه الفرق العمل سيدتي مهمتها تعيين هذه الفئات المستهدفة، هؤلاء الطلاب، هؤلاء الأطفال، تقسيم البرامج، اعتماد مبدأ التشاركية والتفاعلية. فنحن من خلال عملنا نقبل الرأي الآخر، وهذا ما تعلمناه نحن كسوريين. تماما. أيضا من خلال هذا العمل نقوم بإجراء ندوات كما قلنا ومحاضرات تثقيفية، نقوم بزيارة الأماكن البعيدة. فمن ضمن مجال عملنا سيدتي إذا الوقت بيسمح فضل. نحن قمنا بعدة نشاطات، كان لي شرف المشاركة. أحد النقاط قمنا بزيارة شبابنا في المناطق المتقدمة، وقمنا بالشد على أيديهم وطلبنا منهم السماح. السماح لماذا؟ لأننا أبعدناهم قليلا عن عائلاتهم، وقفنا بجانبهم ليعلموا جميعا أن المرأة والرجل في هذا الوطن جنبا إلى جنب. صح. مع هذا الجندي المقاوم. من ضمن نشاطاتنا أيضا سيدتي زيارة أسر الجرحى ومحاولة تقديم يد المساعدة لهؤلاء الجرحى. أيضا قمنا من فترة بالمشاركة في على مستوى منطقة جبلي في عرس جماعي لشبابنا الجرحى الأبطال، وندعي لهم بالشفاء العاجل بالمشاركة في فعاليات عرس جماعي. لدينا أيضا فريق تطوعي من سيدات، مجموعة سيدات أنا أكن لهم كل الاحترام سيدتي، هن ربات منزل، أميات، لكن أنا يوميا أتعلم منهن. ربوا أبطال. هؤلاء السيدات سموا أنفسهم مجموعة شقائق. مجرد أن تكون أم سورية حتى فقط. لو كانت فقط. أمية. وأنا أقول هناك الكثير من سيدات منزلهم ليسوا أميين، ولكن يمكن أن تكون غير موظفة، غير فقط بالكتابة فقط. تماما. فهؤلاء السيدات أطلقوا على أنفسهم سيدتي اسم شقائق النعمان. حلو. أكيد نوجه لهم تحية معروفة. أشكرهم جميعا. أمهات شهداء. أشكرهم جميعا وأدعوك عندما تسنح لك الفرصة للتعرف على يعني هؤلاء السيدات اللواتي من هنا أنا وأنت والجميع نوجه لهم التحية. هؤلاء السيدات تطوعنا سيدتي فقط للقيام بتقديم الدعم الطعام. أنا لا أستطيع أن أقدم شيء، لكن أنا أطبخ لهؤلاء الجنود. أيضا لدينا سيدتي فريق دعم نفسي كما قلت للقيام بندوات وتثقيف.
حلو. أيضا نحن في صدد تقديم بعض المعونات مع افتتاح المدارس لأبناء الشهداء زقلرات، يعني نحن لسه في البدايات إن شاء الله، وككل الجمعيات نتعاون مع المجتمع الرسمي والشعبي والأهلي يعني، ونفس الخطة مع النقابات المهنية سيدتي، لأن احنا ننطلق من منهاج الاستراتيجي اللي طرحه من فترة السيد الرئيس بكلمته المباركة مع النقابات المهنية. اختار النقابات المهنية لأن الشريحة المثقفة، الشريحة القادرة على نشر الوعي، فهذه مهمتنا سيدتي. وعرف المواطنة بشكل الصحيح. سيدتي كلنا يعلم من هو المواطن، عرفه بتعريف جميل بسيط وواضح جدا لمن يفهمه. فالوطن ليس جواز سفر أو هوية أو بطاقة شخصية، إنما الوطن لمن يدافع عنه ويحميه. كل منا في موقعه يجب أن يعمل، كل منا، أنا في موقعي، أنت في موقعي، أمي، أختي، صديقي، كلنا في موقعه. ونتمنى مع هذا العمل أن نتشارك جميعا، ونحن جاهزون لتقبل كل المقترحات والآراء. جميل كتير. هلا بعد الشرح المفصل بدي لك شربي قهوة لأسألك أنا. هلا بدنا نحكي أكثر هلا عن هدى عتال كدكتورة طبيبة من مدينة جبلة، زوجة عضو مجلس الشعب سعد الله صافية، نوجه له تحية أكيد. هلا تحكي لنا أكثر عنك، عن حياتك، عن شغلك، عن عملك كطبيب، وحضرتك كنتي من فترة كمان مديرة الرعاية الأولى في مدينة جبلة. نحن نعرف قدي فعلا الرعاية بمدينة جبلة، الرعاية الأولى قدي فيها ضغط، قدي فيها عالم كتير، وقدي كان أسلوبك حلو بالتعامل مع الناس، يعني أنك تشوف بعيني ما حدا كان يقلي. الحمد لله، نشكر الله. سيدتي كما قلت آنفا، أنا سيدة من سيدات هذا الوطن، الكثيرين مثلي، وأقدم نفسي ليس بالعمر طبعا كأصغر سيدي في هذا الوطن، وأتعلم من أكبر مني وأصغر مني. أنا تربيت في هذا البلد ورضعت من مائه، فواجب علي وعرفانا مني بالجميل أن أقدم له كل ما أملك من عمل. درست في هذا البلد، كنا دائما نحن وزملائي جاهزون لتقديم الدعم لأي إنسان يطرق بابنا. كنا على صعيد مركزنا أو على صعيد مديريتنا أو على صعيد منطقتنا كنا نقدم أدوية بالمجان حينما يتسنى لنا وحينما يكون لنا موجود، كنا نقدم اللقاحات لأبنائنا. هذه اللقاحات التي أنت كما تعلمين سيدتي القنوات المغرضة قالت إننا لا نهتم بأطفالنا. تخيلي أن لقاحاتنا سنويا تكلف الدولة بما لا يقل عن 3.2 مليار، نقدمها بكل مجانية وبكل حب لأبنائنا. أيضا برامج الصحة الإنجابية سيدتي، وتقديم كل ما تيسر. الصحة الإنجابية لا تشمل فقط السيدة، تشمل كل الفتيات من الأطفال وحتى المسنين. أيضا كل برامج الصحة كنا نقدمها للجميع، هذا على صعيد عملي في المركز. أما على صعيد عملي في عيادتي الخاصة، طبعا أقوم بأعمالي يوميا، ونحن لدينا زاوية سيدتي تدعى العيادة المجانية، طبعا مقرها في إحدى العيادات في جبلة. نوجه الشكر لصاحب هذه العيادة، أعطانا غرفة في عيادته، ونحدد أنا ومجموعة من زملائي الأطباء كل منا يوم مجاني لأسر الشهداء والجرحى. هذا ليس من باب المن، وإنما من باب العرفان بالجميل والامتنان لهؤلاء. أيضا نقوم بالنشاطات على الصعيد الاجتماعي والرسمي، فمنذ يومين كان لنا شرف اللقاء بإلقاء محاضرة في غزل جبلة مع زميلتي الأخرى في قراءات استراتيجية لكلمة السيد الرئيس الأخيرة. غدا لدينا نشاطات في ثقافة جبلة، سوف نستقبل مجموعة من الضيوف نقول لهم أهلا وسهلا. أيضا نقوم بالزيارات المنزلية، لدينا أسر شهداء أو أسر جرحى بعيدة سيدتي، ربما لا تستطيع لظروف خاصة هذه السيدة أن تأتي لعندها، فنحن نقوم متطوعين بالذهاب إليها. إذن لدينا أحد الزملاء
يقوموا أيضا باستلام عيادة دعم الجرحى سيدتي. هذه مشكورة بالتعاون أنشأتها مديرية صحة اللاذقية بالتعاون مع الوزارة، لكنها أيضا تؤازرنا، تقوم بتقديم الدعم لهؤلاء الجرحى. أيضا نقوم بزيارة دور الحضانة للأطفال، كما قلت نشرف على هؤلاء الأطفال، على مدرساتهم، جاهزون لتقبل أي شيء يطلب منا بما فيه خدمة لهذا الوطن. جميل كتير. غدير، هلأ مثل ما سمعنا كلام دكتورة هدى، فعلا قدمهم نحن هاي الجمعيات، وقدم نحن صرنا مستضيفين فعلا شباب من هاي الجمعيات المتطوعين اللي عم يقدموا شيء للبلد، وقدم نحن بحاجة فعلا هلأ لحتى يكونوا شبابنا متجهين وواعيين لهي القصة. صح منال، هلأ مثل ما ذكرتي انه صرنا مستضيفين كتير شباب موهوبين عن جد. صحيح. دكتورة بمعنى الكلمة، حتى عندهم حس الوطني عالي جدا. يعني في شباب لو بيطلعوا بايدهم يطلعوا يقاتلوا على الجبل بيطلعوا. صحيح. بيقاتلوا، بس حاولوا من خلال اهتماماتهم، خلال نشاطاتهم، انه باي شيء، مثل ما ذكرتي كمان انه مثلا امهات شهداء. تمام. ما قادرين يقدموا شيء، عم يطبخوا للجيش. اي شيء بهذا الموضوع انا بشوفه شيء مقدس، شيء رائع، بيساعد على تنمية المجتمع، بيساعد على الوعي، بيساعد على تنمية فكرة المواطنة اللي حكيتي عنها حضرتك. تمام. واللي شرح السيد الرئيس بكلمته الأخيرة. بس تخلصي بحادثة بسيطة عن أمهات الشهداء، أنا بيشرفني أن أذكرها. طبعا مع الموضوع المادي زارتني إحدى أمهات الشهداء، أم لثلاثة شهداء، طبعا هي من طبقة فقيرة ككل أبطالنا، لكن الحمد لله الحكومة توليهم العناية اللازم. نعم. والاهتمام. فأتت إلي قائلة: سيدتي أنا أملك والله 2500 ليرة، أنا بدي أعمل فيه الندر. قلت لخالة: ليش بدك تعملي ندر؟ اسمحوا لي أحكي شوي بالعامية لوصل الفكرة اللي بدي إياها. تفضل. فقلت لخالة: ليش بدك تساوي ندر؟ قالت لي: من شان دماء أولادي اللي راحوا. قلت لها: الله يرحمهم. قلت لخالة: شو رأيك بدال ما نحطهم هدول الندر رب العالمين بده يقبلهم، نطبخ فيهم للشباب؟ قالت لي: رفقاتهم لأولادي. قلت لها: إيه رفقاتهم لأولادك؟ تخيلي بتاخد المصاري بتطبخ فيهم طبخة وتجيب لنا إياها ناخذ لهم إياها للشباب. هلا ذكرني فيها الاستاذ غدير. يعني شيء رائع دكتور. يعني فعلا هدول امهات سوريات، يعني هدول امهات سوريات هاي مضحايا بابنائها. يعني انا وقت بشوف هيك في كثير ضياع منال بنشوفها، انه في يعني امهات هيك انه في ضياع فقيره بدها تشارك لو بالطبخ، يعني شيء رائع. هذا الشعب السوري انا برايي. تمام. يعني شيء مميز جدا، دليل انه فعلا احنا ما عندنا شيء غالي اكثر من الوطن ومن الارض. أكيد ما في. دائما بنقدم لو شو ما كان. تمام. ابسط شيء عندنا من اي شيء، حتى لو معنويات، حتى. تمام. لو كلام، مشاعر ابنائنا، يعني اكثر من الدم والابن شو في اغلى ما في. تماما، قدمناه ونحن سعيدين باننا قدمناه. خرابين. لهذا الوطن، لانه ببقاء الوطن نبقى نحن، فبقاؤنا. صحيح. هو بقاء للوطن. صحيح. فهذا كل شيء سيدتي، إضافة إلى أنه كمان شكرا لك أستاذ غدير عم تذكرني بشغلات، فإنه حتى في عنا صبايا ومن ضمنهم أنا، يعني نحن حاولنا نتواصل مع الشباب حتى لننضم للواء درع الساحل، هيذكرني بالصبايا اللي حابين يقاتلوا، أنا ومجموعة من الصبايا، إنه نقدم أنفسنا جنبا إلى جنب مع الشباب للمشاركة في هذا اللواء وتقديم أي مساعدة وأي عمل مطلوب منا. كيف هي القوات المشاركة إلى جانب الجيش العربي السوري؟ تمام. الله يحمي. مجهورة تحية كل الجميع، على كل شخص فعلا حاب يقدم شيء لهذا الوطن. تمام. هو منتسب، هو له شرف إنه يلبس هاي بدلة الجيش العربي السوري. دكتورة هدى، بدنا نحكي هلأ أكثر كمان عن عملكم بالنسبة مديرية الصحة. حكينا عن اللقاحات، حكينا عن العمل عن الصحة الإنجابية اللي حضرتكم تتبعوها. قدي فعلا بتلاقي في فرح من الناس، فرح حتى، يعني أنا بعرف قدي كان في ضغط على الموظفين بمركز. تمام. الصحي الأول في. تمام. منطقة في جبلة، في مدينة جبلة، ضغط على الموظفين اللي كانوا موجودين وقت يكون في كتير لقاحات، في أطفال كتير، عائلات كتير. نحن بنعرف الضغط اللي صار على مدينة اللاذقية بسبب أكيد أخواتنا اللي أجوا من المحافظات الأخرى لاجئين إلى مدينة اللاذقية، وهنهم من أهلهم من أحباتنا، وإشوا فعلا كان يتقدم لهم كل شيء وكان لهم الأولوية حتى. تماما. طبعا مشكورة سيدتي مديرية الصحة، ساهمت كثيرا بالتعاون مع عدد من المؤسسات، طبعا بالتعاون مع محافظة اللاذقية، بالتعاون مع المجتمع الأهلي، وكما تفضلتي حضرتك سيدتي، أهلنا الذين وفدوا إلينا وحلوا أهلا وسهلا، زاد هذا الضغط
على محافظة اللاذقية بالعموم ومنطقة جبلي تحديدا. فيوميا كنا نحن يراجعنا بحدود 5,000 إلى 6,000، أصبح الآن شهريا يراجعنا بحدود 7,000 مواطن على مستوى مركز صغير. رغم ذلك كانت تبادر المديرية بتأمين المساعدة أكثر، زيادة كمية الدواء سيدتي، زيادة عدد اللقاحات. طبعا هذا سوف ينعكس ضغطا على الموظفين الذين أوجه لهم من خلالكم موظفينا وكافة الموظفين في كل مؤسساتهم على صعيد الصحة أو المياه أو الثقافة أو التربية أو كل المؤسسات. كلنا واحد دولة. زاد العبء على هؤلاء الموظفين، لكن سيدتي والله كنت أرى يوميا هذا الفرح بعيون هؤلاء الموظفين، فرح أنهم يستطيعوا أن يقدموا شيء لهؤلاء الأهل، لهؤلاء الأخوة. إضافة إلى ذلك إقامة مراكز الإيواء، يعني قامت مديرية الصحة بإنشاء نقاط طبية في مراكز الإيواء. كنا نذهب إليهم فريق تطوعي، أطباء، ممرضين، موظفين إعلاميين، كنا نذهب إليهم لتقديم الدعم. اللقاحات كنا نذهب إلى المناطق البعيدة. أيضا أهلنا في ريف اللاذقية الذين هجروا وفضل سواعد أبطالنا إن شاء الله سوف يعودوا إلى بيوتهم، أيضا قمنا بزيارتهم، تقديم الدعم الصحي، تقديم الدعم الطبي النفسي، كل ما كنا نملك نستطيع سواء على صعيد الرسمي أو على الصعيد الأهلي كنا نقدم لهؤلاء. أيضا سيدتي إضافة إلى هذه المنجزات التي كنا نقوم بها، كانوا هؤلاء تحسينهم كأنهم خلية نحل، كل منه يريد أن يقدم مساعدة للآخر بطريقته الخاصة، يقول لهم أهلا وسهلا. فهذا هو الشعب السوري وهذه هي سمته. تحكي لنا هيك عن شي صار معكم وقت كنتوا تطلعوا، يعني أنا بعرف من عملنا الميداني مع أبطال الجيش العربي السوري وقت كنا نطلع، تحسي أنه العناصر كلهم بقى أنه مبسوطين أنه حدا إجا يلموا حواليكي، أنه نحن بدنا نحميكي ومزبوط في منطقة قنص بس نحن كنا حواليكم ما تخافوا. بقى دي كانت هاي المشاعر حلوة وقت كنتوا توصلوا على الخطوط الأولى وقت كنتوا تطلعوا؟ دائما كنا سيدتي عندما نذهب إلى هذه الخطوط، الله يحميهم لهؤلاء الرجال الأبطال، وجه لهم جميعا جيش وكل كل كل ما يختصي وكل قواتنا المسلحة. عندما كنا نصل إلى الأماكن المتقدمة، تخيلي كانوا يشعرون بأن أم أو أخت أو صديقة أتت إليهم، كلنا كنا سواء. عندما نحاول أن نتقدم إلى نقطة متقدمة، تخيلي يسير أمامنا، انتبهي، انتظري، ابني حبيبي، حياتك، لا حياتكم هم، حياتكم أنتم، أنتم الشعب. إحدى الشباب الله يحميهم كلهم لهلأ بذكروا، فعندما كنا نسلم عليهم اقتربت منه، بكيت قليلا، فهو شاب صغير بالعشرين 22، بعدين صنحت لي ظروف الحمد لله أني أشوفه. فقلت له الله يقويكم يا ماما، فقال لي ليش عم تبكي؟ قلت له أنا بدي أطلب منك ومن رفقاتك تسامحني. قال لي ليش بدك تسامحيني؟ ليش بدي سامحك؟ قلت له سامحونا لأنه أنتوا قديش لكم ما شفتوا أمكم، قديش لكم ما شفتوا أخواتكم وأهاليكم، فنحن السبب بأنه وقفتوا هون. لا مو أنتوا السبب، الوطن، الوطن أغلى من دمنا، الوطن أغلى مننا. فتخيلي هالروح المعنوية العالية، هالثبات، يعني تخيلي عندما يقولون خارجا أن جيشنا أنهك، كلا سيدتي الجيش لم ينهك، هو عم يعطينا معنويات تماما، نحن نستمد منه القوة. هذا الإنهاك دليل النصر، لم ينهك، يعني تمر فترات نحن، أنا، أنت، أختي، نشعر قليلا من التشاؤم، نستمد منهم الدعم. صحيح. نستمد منهم القوة، انتصروا، نحن انتصرنا، نحن اقتربنا من الذروة، فهؤلاء هم كنا نستمد منهم دائما القوة. ونقدم، ما نبادر لهم، نحن لا نبادر لهم سوى العرفان بالجميل والامتنان والدعاء إلى الله سبحانه. صحيح. وتعالى أن يعودوا إلينا سالمين. دكتورة هدى، أنه نحن فعلا وقت نكون واقفين على أي حاجز وبيكون في زحمة طول الوقت، أوف يلا بقى كتير زحمة، بس توصلي لعنده أول شيء بيلاقي لك بضحكة بابتسامة بيمزح معك، من وين جايين؟ يعني أول شيء ياخذ ويعطي معك، نحن واقفين كرمالكم هون، افتح لنا الطبونة كذا. بقى بتحسي فعلا الروح اللي بيحاكيكي فيها الروح، معناه بجوز يكون واقف من الصبح لحتى أنت تكوني وصلتي بجوز المساء أو إمتى ما كان. بقى فعلا هي الروح المعنوية، الروح الحلوة اللي بتشوفيها موجودة فيهم فوق كل تعبهم، فوق كل جهدهم اللي عم يقدموه، فعلا رائع. عليك نحن بنوجه تحية أكيد باسم مشاهدينا وحضرتك والكادر الموجود بمركزنا مركز إذاعة وتلفزيوني، لكل جندي سوري لابس البدلة العسكرية، بدلة الجيش العربي السوري، سواء كان بالحواجز، سواء كان على خط النار، سواء كان
عمله كإدارة أي شخص كان من أبطال الجيش العربي السوري. بدي أرجع معك قدي الفرق ما بين العمل الإداري والعمل التطوعي بالنسبة لحياتك كهدى عتال، قدي ضف لك هون وقدي ضف لك هون. سيدتي كل منه له خصوصية. العمل الإداري أنا أستمتع بالعمل به، هو عبارة عن دوامي، هو أنا أقدمه بكل امتنان. لكن العمل التطوعي تحسي سيدتي له لمسات خاصة، صحيح. له حميمية جوا، يعني أنت بتطلعي وأنت مبسوطة وأنت مقبلة، بتحسي إنه في عندك شيء بدك تطلعيه، عم طلعي أنت من جوا. يعني لما بتزوري هؤلاء العائلات سيدتي، لما بتزوري هؤلاء الأبطال، لما بتزوري هؤلاء الأطفال، تخيل لما أنت بتسلمي على طفل ابن شهيد وكثير منهم لا يعرفون آبائهم سيدتي، لا يعرفون آبائهم، تسلمون والابتسامة ظاهرة وهم يقبلونك ويقولون أهلا وسهلا. هذا الشعور بالحب، هذا الشعور بالحميمية، تكوني كثيرا صحيح. كثيرا كثيرا ما تفتقديه في حياتك العادية. هذا ما أضاف لي في العمل التطوعي. بصراحة بحب كثير العمل الرسمي لكن بيستهويني جدا العمل التطوعي. تحسي في بصمة إنسانية مختلفة تماما تماما تماما، وقادرة أنك تنشري مفاهيم أكثر لهذا النشئ سيدتي، والفهم الصحيح. بتعرفي سيدتي هالأزمة كتير فرزت، إن شاء الله الأزمة بكرة بدها تخلص بعده، لكن رح تخلص. فمفرزات هذه الأزمة على هذا الجيل، نحن نعمل على هذا، نحن نعمل اجتماعيا على تعميم المعايير الصحيحة والمفاهيم الحقيقية والوعي الحقيقي لهؤلاء الأطفال، لتنشئتهم تنشئة حقيقية ونبذ الأفكار البالية التي حاولوا على قليل من أبنائنا أن يسيطروا عليهم من خلال بعض نقاط الضعف التي وجدوها ودخلوا إليها من خلالها. صحيح. لكن بإذن الله بهمة الناس، إن أقول أنا بهمة الناس أمثال إن شاء الله وأحسن مني، رح نوصل بإذن الله نحن جنبا إلى جنب مع أبطالنا بأنه نحقق النصر بكل شبر من هالأرض الطيبة، سواء على الصعيد الاجتماعي أو على الصعيد العسكري. وبتصور إن شاء الله على الصعيد العسكري حققنا الانتصار أكيد. هلأ بدنا نحكي كمان شوي عن عملكم التطوعي، يعني وقت بتقرروا كسيداتكم تطلعوا على منطقة، سواء كانت على منطقة مثلا قمة النبي يونس أو أي منطقة أخرى على خط النار، كيف بتتفقوا بين بعض؟ كيف بتنسقوا هاي الطلعات؟ أكيد بيكون في تنسيق مع الجيش مع الإدارة السياسية تماماً. بس كيف بيتم التنسيق بين بعضكم؟ كيف تجمعوا بعضكم؟ تماما سيدتي، كما أسلفت سابقا، نحن من ضمن نطاق عملنا يوجد مجموعات عمل متفرقة، كل منه له شخص. طبعا أنا إلي مجموعة أصدقاء وزملاء على صعيد جبلة تضم صحفيين وإعلاميين ومثقفين وربات منزل، طبعا في تواصل معنا من خلال الهاتف، ونحن لدينا اجتماع دوري في مقر في منطقة جبلة. طبعا الجمعية مركزية في دمشق لكن فرع اللاذقية مقره في منطقة جبلة، نحن لدينا اجتماع دوري بشكل شهري ونتواصل خارج هذه الاجتماعات، لا نبتعد عن بعض قليلا. يعني خلال الأسبوع في أي نشاط ممكن أنا أتواصل مع المدام منال، مع الأستاذ هيثم، مع ست أم محمد، إنه نحن في عنا نشاط بهاليومين، نجتمع بعيادتي، نجتمع بمقر تاني، نجتمع ببيتي ببيت زميلتي، منحط خطة منحط برنامج ونوزع المهام، أنت ما هو دورك، أنا ما هو دوري، أنت ما هي دوري، ونحدد نقطة انطلاق. حلو. نحدد نقطة انطلاق من هنا مثلا والبرنامج الذي سنسير خلاله. مثلا من ضمن نطاق عملنا سيدتي الله يرحم شهداء الوطن جميعا، نحدد يوم كي نقوم بواجب العزاء لأسر الشهداء باسم سوريا وباسم أبطالنا وباسم وطننا وباسمنا نحن كأبناء من هذا الوطن. حلو كتير. قديه هاي اللمة الحلوة، بتقولي إنه نجتمع بالعيادة نجتمع كذا، شو بتكون أهم النقاط الرئيسية؟ يعني عندكم كل شهر فعلا في شيء لازم نناقشه، بهيدا الشهر لازم يكون في عنا شيء جديد، ولا إنه ضمن برنامج معين تمشوا عليه كل العام؟ لا دائما في مستجدات حسب الظروف والتطورات. لا دائما في مستجدات سيدتي. نحن قلنا بالبداية في خطة عمل وفي أهداف وفي فئات مستهدفة، لكن دائما شو في مستجدات على الساحة بنتفاعل معها. طبعا في بروجرام معين، هاد خطوط
كانت عريضة ما بنشز عنا، لكن ينشأ أحيانا بشكل اعتراضي. مثلا غدا إذا الله راد لدينا مشاركة في ثقافة جبلة، وأدعو الجميع بتصور اليوم في ثقافة القرداحة، وجود السيد رفيق نصر الله والدكتور خالد المطرود. فغدا إذا الله راد سوف يكون لدينا، ونقول لكم جميعا أهلا وسهلا فيكم في مدينة جبلة. فغدا سوف يكون لنا لقاء في ثقافة جبلة. طبعا كان اجتماعنا الشهري مقرر البارحة، لكن أجلنا لهذا السبب إلى ما بعد هذا الحدث الجليل. طبعا ممكن لهم كل الاحترام ولكل من وقف إلي جانبنا ولكل هؤلاء الشباب، سواء الدكتور خالد أو أسماء كثيرة لا أستطيع أن أذكر أحدها كي لا يعتب علي الآخر، ولكن مشكورة جميعا. ونحدد كما قلت النقاط العريضة والمستجدات ونسير من خلالها. جميل على هذا الكلام. دكتورة هدى أنا كتير بدي أشكرك، يعني لسه بدنا وقت كتير لحتى فعلا نخلص الكم اللي عندك من العمل ومن النشاطات. شكرا لك لوجودك معنا اليوم. حبيبتي أنا بدي أشكرك على فنجان القهوة، وبدي أقول بختام حديثي رحمي لشهداء الوطن وشفاء العاجل لجرحانا، ونشد على أيدي أسر الشهداء، وكل عام وأنتم وسيد الوطن وجيشنا الباسل بألف خير. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة هدى عدل، وأنا كتير كنت سعيدة أنك كنت موجودة معي اليوم بفنجان قهوة. شكرا لك. شكرا أنا الأسعد مدام. شكرا مشاهدينا. هلأ رح نروح سوا لحتى نشوف عن الألوان شو محضرت لنا زميلتنا عائشة عبيد، وأن إنعكاس الألوان على طبيعة الإنسان وعلى نفسيته. نتابع سوا مع عائشة عبيد.